أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه فاستجبنا له فكشفنا ما به من وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا وَذَا النُّورِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين صدق الله.